هل في هذا المصب مصب وادي تمنارت الذي كان مسرحا يوم أمس لحمولة استثنائية من المياه أدت إلى انهيار كامل لدواري ووقردة وإجميل مخلفا عددا كبيرا من الضحايا. إلى حدود اليوم بحسب المعطيات المتوفرة تم انتشال 8 جثث من المواطنين أو الساكن الذين كانوا من ضحايا هذه الفيضانات الاستثنائية من جنبات الوديان التي حملتها إلى مناطق بعيدة. طبعا تتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين الذين يقدر عددهم بحوالي 13، ما زال مصيرهم مجهولا. إذن جاءت مجموعة من التعزيزات للقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية معززة بمجموعة من التجهيزات من أجل البحث عن باقي المفقودين وكذلك الجثث التي يمكن أن تلفظها المياه في أماكن متفرقة بعيدا عن مكان الكارثة وهما دواري ووقردة وإجميل. طبعا وجه المنطقة تغير بالكامل، المياه الجارفة أدت إلى غياب أو إلى محو مناطق كثيرة، الواحات التي كانت تميز المنطقة والتي كانت قبلة سياحية تغير أثرها، بالتالي صارت الأوحال هي الصورة الغالبة هناك في المنطقة. إذن تتعزز جهود الساكنة مع جهود السلطات المحلية والوقاية المدنية من أجل البحث عن المفقودين والذين تتناقص ربما فرص إيجادهم على قيد الحياة. لكن طبعا الكل يقول بأن هذه الحمولة وهذه الأمطار استثنائية بكل المقاييس منذ سنوات عديدة، أزيد من عقود لم تعرف هذه المصبات، مصبات الوديان، مثيلا لهذه الأمطار الكبيرة التي أدت بحياة الكثيرين والذين ما زال البحث متواصلا عن كثير منهم لمعرفة مصيرهم.